البيت النبوي اجمل بيت. نظرة سريعة لهذا البيت. اول ما نبدأ بالبيت النبوي في مكة. البيت النبوي في مكة كان يتألف منه عليه الصلاة والسلام ومن زوجته خديجة بنت خويلد زوجة النبي الأولى، لم يتزوج في حياتها غيرها، تزوجها وهو بكر وهي ثيب وهو عنده 25 سنة وهي في 40 من عمرها، وهي أول من تزوجها من النساء ولم يتزوج عليها غيرها صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها. وكان له منها أبناء وبنات، أما الأبناء فلم يعش منهم أحد، ماتوا صغارا. القاسم وكان به يكنى، وعبد الله وكان يلقب بالطيب المطيب، وإبراهيم من مارية، ماتوا صغار الذكور. أما البنات 4 بنات، زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة، أولاد النبي الذكور فيهم خلاف في عددهم وفي أسمائهم، لكن المعروف قاسم وعبد الله وإبراهيم دول معروفين. بالنسبة للبنات 4 بنات، مين يا جماعة؟ زينب، رقية، أم كلثوم، فاطمة. بالترتيب ده دبر الخديجة. أما زينب فتزوجها ابن خالتها أبو العاص ابن ربيع، أبو العاص ابن ربيع ده زوج مين يا جماعة؟ زينب. وأما رقية وأم كلثوم فقد تزوجهما عثمان بن عفان الواحدة بعد الأخرى، تزوج رقية وماتت عنده، ثم زوجه النبي صلى الله عليه وسلم أم كلثوم وماتت عنده، وطيب النبي صلى الله عليه وسلم خاطره بقوله لو عندي ثالثة لزوجتها عثمان. عشان كده احنا بنلقبه بايه؟ ذمورين، لانه تزوج ابنتي النبي صلى الله عليه وسلم. الرابعة فاطمة تزوج علي بن ابي طالب ابن عم النبي، تزوج بين بدر واحد، وكان منا الحسن والحسين وزينب وام كلثوم. دي من فاطمة من علي. مين يا جماعة؟ الحسن والحسين، ومش توأم، الحسن أكبر من الحسين بسنة، الحسن والحسين. ومن البنات زينب وأم كلثوم. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمتاز عن أمته بحل التزوج بأكثر من 4 زوجات، يعني الحد المسموح ان الواحد يجمعه الرجل المسلم في وقت واحد في عصمته 4 نساء. اما خص النبي صلى الله عليه وسلم من ربه تبارك وتعالى بان يزيد عن 4 في عصمته لحكمة يعلمها الله، لاغراض كثيرة ليست مجرد اغراض دنيوية فقط، ولا يعني مجرد التزوج للتزوج. فكان عدد من عقد عليهن 13 امرأة، خطب 15 وعقد على 13، ومات عن 9، مات منهن من ال 13 اللي عقد عليهم بنى ب 11، بنى يعني دخل ب 11، 2 ماتوا في حياته، خديجة
ولم يجمع معها غيرها. وزينب بنت خزيمة اللي كانت ملقبة بأم المساكين لأن كان قلبها رحيم على الفقراء والمساكين. طيب يبقى دي خديجة ماتت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. بعد موتها بشهر تزوج من سودة بنت زمعة في شوال سنة 10 من النبوة. الأولانية اسمها يا جماعة خديجة بنت خويلد. كان عندها كم سنة لما تزوجها؟ 40 وهو 25. خلف منها أولاد ماتوا في الصغار والبنات أربعة، رقية تزوجها أبو العاص ابن ربيع، ورقية زينب، ورقية وأم كلثوم، وتزوجهن عثمان بن عفان واحدة بعد الأخرى رابعة. فاطمة تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. هؤلاء الأربعة بنات النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو البيت النبوي الأول. فلما ماتت خديجة تزوج في شوال من سنة 10 من النبوة بعد وفاة خديجة بنحو شهر. شوف بقى، يبقى الأولانية عشان تعرف مش الكلام اللي الناس كانوا بيقولوه على النبي أعداء هذا الدين ويجدون في ذلك ثغرة، بالعكس ادرس سيرة النبي واعرف جمال النبي وحياة النبي ولطف النبي صلى الله عليه وسلم. شفت مع أحمد لسعة لما تزوج بخديجة كانت تكبر ب15 عاما وسبق لها الزواج وفضل لغاية ما ماتت. لما صار يعني زاد عن 50 سنة ولم يجمع معها غيره، ولكن لأمور دعوية مهمة سيأتي بعضها تزوج بعد وفاة خديجة بسودة بنت زمعة. سودة دي كانت متزوجة ابن عم لها كان اسمه السكران ابن عم، اسمه السكران ابن عم، فمات عنها فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. سودة دي اللي وهبت ليلتها لعائشة. كبر سنها، ست كبيرة، توفيت بالمدينة في شوال سنة 54 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما حس كده النبي صلى الله عليه وسلم يعني ملوش رغبة فيها، كانت امرأة ذكية جدا، وهبت ليلتها لعائشة لحب النبي صلى الله عليه وسلم لها حتى تبقي على النبي صلى الله عليه وسلم زوجا لها. وزوجته في الدنيا زوجته في الآخرة يبقى ضمننا الجنة وضمننا نحيا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. يعني شوف الفكر الباقي. بعد ما تزوج بسودة على طول عقد على عائشة. ده نفس الترتيب يا جماعة، خديجة إلى أن ماتت، بعدها بشهر سودة، بعدها في بعدها بسنة عقد يعني في شوال برضه سنة 11 من النبوة. سودة كانت في سنة كام يا جماعة؟ 10 من النبوة قبل الهجرة بثلاث سنين، يعني بعد وفاة عائشة، بعد وفاة خديجة بشهر جاب سودة. وبعد ما كده عقد على عائشة بنت أبي بكر الصديق، تزوجها يعني عقد عليها في شوال سنة 11 من النبوة بعد زواجه بسودة بسنة وقبل الهجرة بسنتين وخمسة أشهر. تزوجها وهي بنت 6 سنين وبنى بها في شوال بعد الهجرة بسبعة أشهر في المدينة وهي بنت 9 سنين وكانت بكرا. بكر يعني لم يسبق لها الزواج، لم يتزوج بكرا غيرها، وكانت أحب الخلق إليه. شوف الواحدة دي بقى، شوف ازاي ان الواحدة تعرف تكيف نفسها على العيش. ودي كلمة لكم وللنساء بل للعالمين، ازاي ان الواحد يعرف
يعيش مع الجو الذي يحيا فيه ويسعد به، من فقر او من غنى، من قلة او من كثرة، من سفر او من اقامة، من صحة او من مرض. وتلك الايام ندونها بين الناس، والايام دول. لكن ازاي تبقى راضى عن ربنا؟ دخلت ومعها زوجة تانية وقبلها خديجة وهي صغيرة، وعرفت ازاي تكسب قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كانت احب الخلق الي وافقع نساء الام واعلمهن على الاطلاق، فضلها على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. دي توفيت 17 رمضان سنة 57 هجرية او 58 هجرية، ودفنت بالبقية. الثالثة بعد خديجة والرابعة في الترتيب حفصة بنت عمر بن الخطاب. حفصة كانت زوجة لخنيس ابن حذافة السهمي، فمات عنها، فلما تأيمت وانقضت عدتها وسعى عمر بن الخطاب في تزويجها وعرضها على ابي بكر فلم يعطي جوابا، وعرضها على عثمان فلم يرضى، قال لا ارى اليوم اني اتزوج، ما ليش حاجة بالزواج، ليس لي بحاجة. وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وبين ابو بكر لعمر لعلك وجدت في نفسك، لعلك في نفسك شيء ان انت عرضتها ولا ما رضيتش، اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها ولم اكن لافشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. امان، المجالس بالامانه يا جماعه، تعلم من هدي النبي وتربيه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كلم، انا بتكلم معك في موضوع، تروح تبث ليه؟ تروح تنشره ليه؟ كلم. وحفصة زوجها مات وكذا ولعل وكذا، وقال له عايز ازوجك بنت حفص، سكت. هيقول له ايه؟ كان في واحد بيكلم صاحبه حبيبه قوي، بيقول له والله انا يعني الناس عارضين عليا فلانة وانها كويسة وبنت ناس، وبفكر اروح اخطبها. قال له لا يا عم ما تنفعكش. ما مرش اسبوع اللي هو كان كاتب كتابه اللي قال له ما تنفعكش، راح خدها منه. اخد بالك؟ تسمع العجب العجاب يعني. والطريف مما ذكره اهل السير في هذا الباب، ان رجل يعني كان يتكلم مع صديق له في شأن امرأة، قال والله اني رأيت رجلا يقبلها في الشارع. ده يعني ايه دي؟ فعش خالص. ثم تزوج هذا الرجل بعد ذلك، فقال يا فلان كيف انك انت يعني تقول اني فلانة قبلت من رجل في الشارع ثم تتزوجها؟ قال والله اني رأيت والدها يقبلها في الشارع. انا شفت ابوها في بس عشان يضيع عليه الصفقة. في ناس كده، في ناس ما تحلاش في عينيها الحاجة لما يطلبها الناس، تبقى موجودة قدامه. عمر عرض حفصة، ابو بكر سكت، عثمان كان صريح، ما تعلقنيش. الناس الكبار بتقول لك يا عم بيوم اي بتقضي ولا بتقضي، اما انك تقوم بالعمل ويتم، واما اترك ايه مجال ان انا ايه ان انا تعلمنا بكرة، تبسبني اسبوع وانت مش في نيتك الموضوع اصلا. الواحد لازم يتقي الله عز وجل في معاملاته مع الناس. توفيت في شعبان سنة 45 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، ودفنت بالبقية ولها 60 سنة. كم واحدة دلوقتي دول يا جماعة؟ 4. الخامسة زينب بنت خزيمة من بني هلال بن عامر بن صعصعة، وكانت تسمى ام المساكين. يا سلام، لرحمتها اياهم ورقتها عليهم
كان زوجها اسمه عبد الله بن جحش استشهد يوم احد فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم سنة 4 من الهجرة وماتت بعد الزواج بشهرين وشوية 3 أشهر كده في اخر ربيع الاخر سنة 4 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم ودفنت بالبقية 3 أشهر بقت ام لنا في الدنيا وزوجة للنبي في الجنة. العبرة مش بالسنين بل ببركة ما قدمت في هذه الأيام. رجل دخل الجنة ولم يركع لله ركع، كل حياته في الإسلام أسلم، دخل المعركة مات. ممكن تكون سنين قليلة لكن مليئة بالبركة، مليئة بالخير، مليئة بالطاعة. أخي بن حضرتك، فهذه المرأة جلست حوالي 3 أشهر في زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم ثم ماتت سنة 4 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. دول 5 نساء، عايزين واحد يقولهم لي بدون ما يبص في الكتاب. 5 أسمعهم بالترتيب: خديجة بنت خويلد، سودة بنت زمعة، عائشة بنت أبي بكر الصديق، لسه واحدة، حفصة بنت عمر بن الخطاب، زينب بنت خزيمة من بني هلال بن عامر بن صعصع. جميل. السادسة أم سلمة اسمها هند بنت أبي أمية، كانت زوجة لأبي سلمة وله منها أولاد، فمات عنها في جمادى الآخر سنة 4 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. أبو سلمة ده كان أخو النبي من الرضاعة وهاجم الهجرتين وصاحب الهجرة المشهورة للمدينة. أول ما النبي رغب في الهجرة أول من خرج أبو سلمة ده. فلما مات أبو سلمة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسولا إلى أم سلمة أن اتقي الله واصبري وقولي إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. فقالت أم سلمة: وهل هناك خير من أبي سلمة؟ في شجاعته وقوته ومكانته وهجرته من مرتين وقصة هجرته العظيمة وصحبته للنبي وأخوته للنبي ومن الرضاعة وكذا، فكان ربنا موفقها في صحبة طيبة. فواحدة من الحضور قالت لها: اسمع كلام النبي، استجيب لكلام النبي. فدعت بهذه الدعوة: واخلف لي خيرا منها. اخلفها الله خيرا منها لا من العالمين بالنبي صلى الله عليه وسلم. تزوجها في ليال بقين من شوال من السنة نفسها 4 هجرية، وكانت من أفقه النساء وأعقلهن، ودي كان لها مكانة وحظوة بين نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ودي كانت يعني كان زوجات النبي فرقين مجموعتين، مجموعة عليها عائشة وحفصة ومجموعة عليها أم سلمة وزينب، كان لها مكانة وحظوة. توفيت سنة 59 من الهجرة وقيل 62 ودفنت بالبقية ولها 84 سنة. جزاك الله خير، بارك الله فيك، شكرا، أحسن الله إليك. بس عبرني شوية مال وسمعك صوت على النبي صلى الله عليه وسلم. دي رقم كم يا جماعة في الترتيب؟ 6. ادخل على 7 بقى، وهذه لها قصة وسنحكيها إما في نهاية الدرس أو في الدرس القادم إن شاء الله. زينب بنت جحش من بني أسد بن خزيمة، وهي ابنة عمة النبي صلى الله عليه وسلم. كان زوجها زيد بن حارث، ده كان في التبني قبل ما يحرم الله عز وجل التبني، كان ابنا للنبي صلى الله عليه وسلم. بقص زيد ده كان من الأحرار، فكاد له جماعة
وباعوه و اشتراه من أهل مكة وكان عند خديجة وأعطته للنبي صلى الله عليه وسلم. فجه أهله أبوه وعمه وجماعة من أرحامه وعرفوهم بنفسهم، وإحنا يعني أباء زيد بن حارثة وأهله كذا ونطلبه منك يعني وكذا. فقال هو يختار، بالله عليك تختار حد على أبوك؟ قالوا يعني هيفضل حد على أبيه وأهله وهو في الرق سنال الحرية؟ طبعا يعني حاجة مش عايزة كده. فاختار الرق على أن يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فتبناه النبي صلى الله عليه وسلم فكان يدعى زيد بن محمد. فلما نزل تحريم التبني في سورة إيه بقى؟ أحسنت، في سورة الأحزاب، ادعوهم لآبائه. فرجع اسمه بين زيد بن محمد لزيد بن حارثة، اسمه الذي كان يسمى به لأبيه. وكان عادتهم في الجاهلية يا جماعة إن الابن بالتبني زي الابن الصلبي. يعني إيه؟ كل حاجة، يعني معاش ينفع تتزوج ايه؟ مرات او زوجته. فلما انقضت العدة انزل الله تبارك وتعالى قوله: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. دخل عليها كده شيخ رشاد، لان اللي زوجه مين؟ الله. وهذه كانت موضع الشرف والفخر له، وكانت تقول لسيدنا صلى الله عليه وسلم: زوجكن آباءكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. الله. وفيها نزلت سورة الأحزاب آيات فصلت قضية التبني، وسنأتي على ذكرها بإذن الله. تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة سنة 5 من الهجرة، وقل سنة 4، وكانت أعبد النساء وأعظمهن صدقة. دي أول أمهات النبي، أول أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم موتا بعده. أول واحدة ماتت بعده من أمهات النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش سنة 20 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعد وفاة النبي بتسع سنين تقريبا. وصلى عليها عمر بن الخطاب ودفنت بالبقيع. الثامنة جويرية بنت الحارث. الحارث ده سيد بني المصطلق من خزاعة. الله يجزيك خير، بارك الله فيك، أحسن الله إليك، رضي الله عنك وعن والديك وعن جميع المسلمين، وأخص الحضور السامعين. اللهم امين. لما تمت غزوة بني المصطلق اللي كان لها اسم تاني، غزوة بني المصطلق او غزوة ايه؟ ها؟ ايوه كده شاطرين. المواسيع، عند ماء المواسيع نسبت الغزوة الى المكان الذي كانت عنده لهم. فوقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس. ايام كنا بنفصل صوت الحجرات ليه القصة ده؟ حد فاكرها؟ ثابت بن قيس بن شماس، ها فاكرها يا شيخ؟ ها؟ طب كان ايه ثابت بن قيس بن شماس؟ ايوه، كان صوته جهوري، كان خطيب النبي. فكاتب، يعني ايه كاتب يا جماعة؟ يعني ايه دي؟ يعني ايه دي؟ ها؟ لا لا، احسنت.
اتفق مع انها هي عايزة تبقى حرة، خلاص اتفق كذا بعد كذا وتبقى حرة. فقضى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابتها وتزوجها في شعبان سنة 6 هجرية وقيل 5 هجرية، وكانت اعظم النساء بركة على اهلها لما عقد النبي صلى الله عليه وسلم عليها. اعتق المسلمون 100 اهل بيت من بني المصطلق. قالوا ايه؟ اصحاب النبي، اهل زوجة النبي. فكانت اعظم النساء بركة على قومها. توفيت في ربيع الاول سنة 56 من الهجرة وقيل 55 من الهجرة، وكان لها 65 سنة. رضي الله عنها وارضاها. التاسعة لها قصة تانية برضو، ام حبيبة اسمها رملة بنت ابي سفيان. ابو سفيان صخر ابن حجر. دي كانت متزوجة واحد اسمه عبيد الله ابن جحش، فولدت له حبيبة فكنيت بها. هاجمت مع زوجها للحبشة، كان مسلم، ولما ذهب الى الحبشة ارتد وتنصل وتوفي هناك. وثبتت ام حبيبة على دينها وعلى هجرتها. حد فاكر لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم البعوث والسرايا الى الملوك والامراء، ارسل من الى المقوقس؟ طيب خلينا في بتاع الحبشة الاول. بتاع الحبشة ايه اللقب بتاعه؟ ايه بتاع الحبشة يقولوا عليه؟ النجاش. كان اسمه ايه؟ اصحمة، معناه باللغة العربية ايه؟ عطية. ذاكر واقرأ وادرس، هتحب النبوي. انا منزل بص النهاردة جميل قوي في عن الله سبحانه وتعالى، هيئ قلبي ومشاعري والله. وانا حريص جدا ان احنا نعيد درس فقه الاسماء الحسنى ولو درس خاص، بحيث ان احنا يعني لا نعدم هذا الخير في الانس بالله، في السعادة بلقاء الله، في درس نتعرف فيه على اسماء الله الحسنى وصفاته العليا. ومن عرف الله باسمائه وصفاته احبه لا محالة، كما قال ابن القيم عليه رحمة الله. اخلاقك هتتغير، تبعك هتتغير. يقول من سره، كلام جميل قوي والله، كلام ما اثر فيه جدا. من سره ان تكون ايامه ولياليه في الدنيا والاخره كله اعيادا، فليتعرف على ربه باسمائه وصفاته وافعاله واحكامه حتى كانه يراه. يا سلام كده لما تعيش مع اسم الله العظيم، يا سلام، لن تذل نفسك لاحد. لما تعيش كده مع اسم الله القدير، لما تعيش كده مع اسم الله العلي، ستسمو باخلاقك وبصفاتك وبتصرفاتك لما تعيش هذه المعاني. وكذلك لما تزداد معرفة بالنبي صلى الله عليه وسلم ستزداد حبا له. كان ارسل من بقى للنجاشي يا جماعة؟ حد فاكر؟ عمر ابن امية الضمري ارسل اليه بكتابه الى النجاشي في المحرم سنة 7 من الهجرة. لسه مر علينا خلال رمضان او قبل رمضان على طول. من ضمن ما صنع، خطب عليه ام حبيبة فزوجه اياها. النجاشي زوج ام حبيبة للنبي صلى الله عليه وسلم. شفت الجمال والحلاوة؟ وهو اللي دفع مهرها، اصدقها من عنده 400 دينار، وبعث بها مع شرحبيل ابن حسنة
فابتنى بها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني دخل عليها بعد رجوعه من خيبر وبقيت عنده وحتى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وتوفيت بعده سنة 42 من الهجرة أو 44 من الهجرة أو 50 من الهجرة على خلاف بين أهل السير. أصبر، هتمر عليك مواقف ربنا يعوضك. شوف تخيل بقى، اتزوجت وسابت بلدها وراحت الحبشة، وزوجها تنصر وسابها وتبقى بمفردها، وفي الأخير تبقى ايه رأيك؟ عرض جميل يا الله، حاجة جميلة. اصبر، الصبر مر المذاق حلو العاقبة. طول بالك شوي، انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. رمضان خلص، اللي صلى ب40 جزء خلص، واللي صلى ب40 آية خلص، واللي ما صلاش خلص، لكن شتان بين هذا وذاك، بين من بيضت صحائفه ونورت بأنوار الطاعة والعبادة، ونور هو بثواب الحسنة، إن للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق. كسب ولا ما كسبش؟ جدا. ولا قضاها تبقى مغبتها حصرتها وعقابها وسواد الوجه وظلمة القلب وضعف البدن وقلة الرزق وبغضة في قلوب الخلق. ما بعد كده واحد يقول انا في لله في لله كده ما بقبلوش ولا بطيق ريحته. كان في واحد يحسن اليه جدا، من اكتر الناس احسن لي، تعامل معايا تعامل راقي جدا، وسبحان الله انا مش قادر ابلع، يعني طول يعني بيصلي معايا صلاه الخمس ايام ما كنت امام، صلاه الخمس، راجل جاب المسجد، راجل جميل جدا، سبحان الله ما فيش اي قبول عندي. واحد تاني احب الخلق الي، ومرات يطول لسانه، ومرات يغلط فيا، ومرات يكون قدام الناس، وسبحان الله على قلبك زي العسل، حاجة بيد الله عز وجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك، اللي هو إيه؟ بين زوجات كل واحدة لها، فلا تلومني فيما تملك ولا أملك، اللي هو إيه؟ محبة. يعني واحدة ممكن تكون أيدال صوابع العشر شاب، لكن سبحان الله ما لهاش قصد عنده. واحدة ثانية لا مكان، وهكذا في كل العلاقات. بعد منها رقم 10، صفية بنت حيي بن أخطب سيد بن النضير. سيد بن المصطلق كان اسمها يا جماعة، بنته اسمها ايه؟ جويرية. رملة دي بنت أبي سفيان أم حبيبة. صفية بنت حيي بن أخطب سيد بن النضير من بني إسرائيل، يهودية، كانت من سبي خيبر، فاصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه وعرض عليها الإسلام فأسلمت، فأعتقها وتزوجها بعد فتح خيبر سنة 7 هجرية، وابتنى بها بسد الصهباء على بعد 12 ميل من خيبر في طريق عودته من المدينة. دي توفيت سنة 50 هجرية، وقلت 52 بل قلت 36، ودفنت بالبقيع. كده كم الوقت يا جماعة؟ 10. لسه كم؟ 1. 11، ميمونة بنت الحارث، أخت أم الفضل لبابة بنت الحارث. أم الفضل دي زوجة مين يا جماعة؟ أنتوا في العيد بقى، أنا مسامحكم عشان في العيد. ها؟ اصبر صبرا جميلا سيأتيك الخبر. ها؟ حد يجاوبنا يا جماعة، أم الفضل دي ما مرتش عليكم قبل كده؟
العباس، مش ابن عباس قال بيت عند خالتي ميمونة وعملناها خطبة الجمعة. فميمونة بنت الحارث اخت ام الفضل لبابة بنت الحارث، تزوجها في ذي القعدة سنة 7 هجرية في عمرة القضاء بعد ان حل منها على الصحيح، وابتنى بها بصرف على بعد 9 أميال من مكة، يعني في الطريق توصل له خيمة ويبتني بها. قال لا، امال ايه اللي احنا بنعمله في الزواج ده؟ ايه اللي احنا بنعمله؟ لا ما تعمليش كده، قول انتهينا من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم 11 امرأة تزوج بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنى بهن، وتوفيت منهن 2 خديجة وزينب بنت خزيمة في حياته، وتوفي هو عن 9 البواقي صلى الله عليه وسلم. وأما الاثنتان اللتان لم يبن بهما فواحدة من بني كلاب وأخرى من كندة وهي المعروفة بالجونية، وهناك خلافات لا حاجة إلى بسطها هنا من صاحب الأحاديث وضعفها وكذا. إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج، فلما أراد أن يبتني بها قالت لها أمهات المؤمنين إذا اقترب منك النبي صلى الله عليه وسلم فقولي أعوذ بالله منك. قالوا لها إيه؟ أول ما يجيلك النبي كده يدخل عليك تقول له أعوذ بالله منك. فمسكينة سمعت الكلام، أول ما كده قالت أعوذ بالله منك، قال الحقي بأهلك لقد استعذت بمعاذ. خلصت قضية، سبحان الله. وأما السراري فالمعروف أنه تسرى ب2 ماريا القبطية، أهداها له المقوقس فأولدها ابنه إبراهيم الذي توفي صغيرا بالمدينة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في 28 أو 29 من شهر شوال سنة 10 من الهجرة، سنة 10 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. دي واحدة، اليمين ماريا القبطية، والثانية اسمها ريحانة بنت زيد النضرية أو القراضية، دي كانت من سبايا قريظة اصطفاها لنفسه، وقيل بل هي من زوجات، يعني بعضهم قال ايه هي زوجة وليس ايه من مما تصرف به النبي صلى الله عليه وسلم. فقيل انه اعتقد تزوجها، ولكن الاول رجحه ابن القيم، وزاد ابو عبيدة 2 اخريين واحدة اسمها جميلة اصابها في بعض السبي، وجارية وهبتها له زينب بنت جحش. البيت النبوي بقى قبل ما ندخل على اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته، وده مهم جدا، وفي بحث كبير قوي لمجموعة من العلماء عليهم الدكتور صالح ابن عبد الله ابن حميد امام الحرم المكي، وكان رئيس مجلس الشورى وتقلد عدة مناصب وكذا، ولا زال يؤم المصلين في صلاة الفجر ايام وجوده في مكة. قام مع مجموعة من العلماء على كتابة بحث جميل جدا اسمه نظرة النعيم، كتاب جميل قوي، اتكلم عن في المجلد الاول عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وبقية المجلدات اتكلم عن الصفات، الصفات الحسنة والصفات السيئة، وجاب لها أدلة بقى من الكتاب والسنة وأقوال الأئمة وكلام الشعراء وكذا، فصار بحثا قيما جدا ينفع المسلم عموما والدعية إلى الله على وجه الخصوص. نظرة النعيم، لما تنظر إلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم تعي جيدا أن زواجه بهذا العدد الكبير الكثير من النساء خلال عمره، ولا في وسط عمره ولا في آخر عمره،
في آخر عمره صالح بعد 50، بعد أن قضى ما يقارب 30 عاما من ريعان شبابه وأجود أيامه مقتصرا على زوجة واحدة شبه عجوز، الأولى والثانية خديجة ثم من سود، يعني راح كده لما تلاقي زوجته بقت 40 سنة ولا ده انت ايه عجزت كبرت، خد بالك دي البداية وسبق لها الزواج وعندها ابناء وهو شاب لم يتزوج قبل، وبعدها تزوج بسودة ست كبيرة وسبق لها الزواج، يبقى زواج النبي لم يكن لأجل أنه وجد بغتة في نفسه قوة عارمة من الشرف لا يصبي معها إلا بمثل هذا العدد الكثير من النساء، لا والله، بل كانت هناك أغراض أخرى أجل وأعظم من الغرض الذي يحققه عمة الزواج. ولذلك تجد غالبية العلماء والمشايخ له أكثر من زوج، والفوائد في ذلك كثير. فاتجاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى مصاهرة أبي بكر وعمر بزواجه من مين؟ عائشة وحفصة، عائشة بنت أبي بكر وحفصة بنت عمر، وكذلك تزويجه ابنته فاطمة لعلي بن أبي طالب، وتزويجه ابنتيه رقية ثم أم كلثوم بعثمان ابن عفان، جزاك الله خير. طيب طيب طيب، يشير إلى أنه يبغي من وراء ذلك توثيق الصلات برجال الأربعة أبو بكر عمر عثمان وعلي، دول اللي إيه؟ اللي هم الخلفاء. تزوج بابنتي أبي بكر وعمر، وزوج عثمان ابنتي، وزوج علي فاطمة. مين الأربعة دول يا جماعة؟ أفضل الأمة على الإطلاق بعد النبي بنفس الترتيب ده، أبو بكر عمر عثمان علي. طبعا دول أكتر ناس خدموا الإسلام وخدموا الدين، وكان بلاؤهم وفدائهم للإسلام في الأزمات التي مرت به وشاء الله أن يجتازها بسلام. وكان من تقاليد العرب احترام المصاهرة، فقد كان الصهر عندهم بابا من أبواب التقرب بين البطون المختلفة، وكانوا يرون مناوءة ومحاربة الأصهار سبة وعارا على أنفسهم. فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم بزواج عدة من أمهات المؤمنين أن يكسر ثورة عداء القبائل للإسلام، زي لما تزوج من بقى أم الصحابة أطلقوا 100 بيت مين لسه مر علينا بقى أحسنت بنت سيد بمن مصطلق على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأعتقوا إيه فصارت بركة. فكذلك لما يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة من بني مخزوم، عندهم بني مخزوم دي جماعة أبو جهل وجماعة خالد بن الوليد، فيبقى ما يقدرش إيه هيجوا عليه. فلما تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقف خالد من المسلمين موقفه الشديد بوحد، بل أسلم بعد مدة غير طويلة طائعا راغبا. وكذلك أبو سفيان لم يواجه النبي صلى الله عليه وسلم بأي محاربة بعد ما تزوج بابنة أم حبيبة، سبة شديد عليهم. وكذلك لا نرى من قبيلتي بني المصطلق وبني النضير أي استفزاز وعداء بعد زواجه بجويرية وصفية، بل كانت جويرية أعظم النساء بركة على قومها، فقد أطلق الصحابة أسم 100 بيت من قومها حين تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يخفى ما لهذا المن من الأثر البالغ في النفوس وتوثيق العلاقات والتقارب والتعارف، وخلاص النبي تزوج من عندهم يبقى احنا نتزوج من عندهم ونسمع لهم يتزوجوا من عندنا، وصارت ايه حياة واحدة حياة فيها ألفة. وأكبر من ذلك وأعظم
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مأمورا بتزكية وتثقيف قوم لم يكونوا يعرفون شيئا من آداب الثقافة والحضارة والتقيد بلوازم المدنية والمساهمة في بناء المجتمع وتعزيزه. لما زاروا من عندهم بدأ يزوروا ويزوروهم ويصل تواصل، فيتعلموا الأدب من النبي، تعلموا الأخلاق من النبي، تعلموا العادات الطيبة من النبي، والمبادئ التي كانت أسسا لبناء المجتمع الإسلامي لم تكن تسمح للرجال أن يختلطوا بالنساء، فلم يكن يمكن تثقيفهن مباشرة مع المراعاة لهذه المبادئ، مع أن مسيس الحاجة إلى تثقيفهن يكون أهون وأقل من الرجال بل أشد أقل. يعني النبي لما يعلم النساء والنساء تعلم عيالها أفضل، ولا النبي يعلم الرجالة والرجالة تروح تعلم نساء والنساء تعلم عيالها؟ ليه الأسهل؟ إن النبي يعلم النساء على طول. طب النبي زي كيف يلتقي بالنساء إلا من خلال إيه؟ المصاهرة والزواج والتقارب، وهذا عشان تعرف الموضوع مش مجرد زوجة. إذن فلم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم سبيل إلا أن يختار من النساء المختلفة الأعمار المختلفة المواهب ما يكفي لهذا الغرض فيزكيهن. الكبيرة تقعد مع الكبار تعلمهم، والبنت زي عائشة والصغيرة تعلم الصغار والبنات، يبقى علمنا المجتمع كله. فيتعلمنا الشرائع والأحكام ويتثقفنا بثقافة الإسلام عشان يعرفوا بقى يطلعوا من حياة البداوة وحياة الصحراء لحياة المدنية الحقة المليئة بمعاني وآداب الإسلام الجميل. وقد كان لأمهات المؤمنين فضل كبير في نقل أحواله صلى الله عليه وسلم المنزلية للناس، خصوصا من طالت حياتها كعائشة، فإنها روت كثيرا من أفعاله وأقواله صلى الله عليه وسلم. هناك نكاح واحد كان نقض لتقليد جاهلي متأصل، وهي قاعدة التبني، وكان للمتبني عند العرب في الجاهلية جميع الحرمات والحقوق التي كانت للابن الحقيقي سواء بسواء، وكانت قد تأصلت تلك القاعدة في القلوب. لأنت لما تيجي تكلم بعض الناس في بعض السنة الموضوع لك لا انت عايز الناس تاكل وشنا زي الناس ما اقدرش، فبالك بقى لما تيجي تغير المجتمع الجاهلي بأفكاره ومعتقداته البالية عايزة مجهود جميل جدا. فكان في معارضة شديدة للأسس والمبادئ التي قرر الإسلام في النكاح والطلاق والميراث وغير ذلك من المعاملات، وكانت تلك القاعدة تجلب لهم كثير من المفاسد والفواحش التي جاء الإسلام ليمحوها عن المجتمع. وقدر الله أن يكون هدم تلك القاعدة على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بذاته الشريف. وكانت ابنة عمته زينب بنت جحش تحت زيد بن حارثة الذي كان يدعى زيد بن محمد، ولم يكن بينهما توافق حتى هم زيد بطلاقها. والنبي قعد يصبر طول باله وفتح النبي صلى الله عليه وسلم وكذا وما فيش. فلما علم أن زيدا سيطلقها وسيؤمر بتزويجها بعد انقضاء عدتها كان ذلك في ظروف حرجة. المشركين قاعدين يقلبوا على النبي والإسلام، وكان يخاف إذا وقع هذا الزواج هيبقى الدفوصا للمنافقين والمشركين واليهود إن هم يتكلموا على النبي. كان دلوقتي عنده 4 وهدية تبقى 5، وقاعد يقول لي اللي بيتكلم ما تتزوجش أكثر من 4، ولو كان عنده 10 قال له اختار 4 وسيب الباقي وما عادش ينفع حد يتزوج أكثر من 4، فأنت هتجيب 5 واللي هتتزوجها ديت كانت إيه؟ زوجة لابنك اللي أنت متبنيه، ده أنت بوظت كل القواعد. فالنبي كان يخشى من ذلك. فلما فاتح زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم بإرادته طلاق زينب أمره بأن يمسكها ولا يطلقها، وذلك لئلا تجيء تلك المرحلة اللي هو الزواج في تلك الظروف الصعبة،
ولم يرضى الله من رسوله صلى الله عليه وسلم هذا التردد والخوف؟ امضي لما امرك الله. واذ تقول للذي انعم الله عليه وانعمت عليه امسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله احق ان تخشاه. تربية، لازم تربي نفسك وتربي بيتك على القرآن. انا ماليش دعوة اخوك عايش ازاي، ولا ابوك كان معيشكوا ازاي، ولا صاحبك عايش ازاي، ولا ظروف المجتمع النهارده ازاي، ولا عيالنا عايزين يمشونا ازاي. ما ينفعش، ده افضل بيت، ده اشرف بيت، ده اطهر بيت. فلما طلق زيد تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في ايام فرض الحصار على بني قريظة بعد ان انقضت عدتها، وكان الله قد اوجب عليه هذا النكاح ولم يترك له خيارا ولا مجالا حتى تولى الله ذلك النكاح بنفسه. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهن وطرا. الله اكبر، تربية يهدم القاعدة الجاهلية في التبني كما هدمها في قوله في اول الصورة ادعوهم لآبائهم، هو اقسط عند الله. وفي قول الله تبارك وتعالى وما محمد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. بل لابد من مقارنة فعل هذه الدعوة، ويتضح ذلك بما صدر من المسلمين في عمرة الحديبية. كان هناك أولئك المسلمون الذين رآهم عروة بن مسعود الثقفي، اسمع دي، لا يقع من النبي صلى الله عليه وسلم نخامة إلا في يد أحدهم، إلا في يد أحدهم، ورآهم يتبادرون إلى وضوئه حتى كادوا يقتتلون عليه. عشان تعرف سبب عزة هذه الأمة وريادة هذه الأمة بالتفافها حول النبي صلى الله عليه وسلم وحسن صحبتهم له صلى الله عليه وسلم. حتى لفظ الراوي النخامة يدلق بها وجهه وجلده صلى الله عليه وسلم. نعم، كان أولئك الذين تسابقوا إلى البيعة على الموت أو على عدم الفرار تحت الشجرة، والذين كان فيهم مثل أبي بكر وعمر لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، أولئك الصحابة المتفانين أي والله في ذاته بعد عقد الصلح أن يقوموا لينحروا هديهم لم يقم لامتثال أمره أحد. اللي كانوا بيعملهم على نخامة النبي صلى الله عليه وسلم فضل وضوء المياه ما كانتش بتقع على الأرض، يقول لهم قوموا يعني نتحلل وكل واحد يذبح هدية وكذا، لم يقم احد ففعل. تبادر الصحابة الى اتباع في فعله فتسابقوا الى نحب جزورهم حتى كذا ان يقتل بعضهم بعض من شدة ايه المتابعة والمسابقة والمسارعة الى فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا الحديث يتضح جليا ما هو الفرق بين اثر القول والفعل لهدم قاعدة وسخ. لو النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني يا فلان اتزوج زوجة متبناك، طيب بعدين يا رسول الله اصلا مش عارف ايه، لكن لما تحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم يبقى تنهي القاعدة دي تماما، لا يعني تنهيه فيبقى الفعل اقوى. وقد اثار المنافقون وساوس كثيرة وقاموا بدعايات كاذبة واسعة حول هذا النكاح، أثر بعضها في ضعفاء المسلمين، ولازال أعداء الله عز وجل يستخدمون هؤلاء الضعفاء على كثرتهم في التوهين والتضعيف لهذا الدين.
لا سيما أن زينب كانت خامسة أزواجه كما قلت لك، ولم يكن يعرف المسلمون حل الزواج بأكثر من أربعة أسر، وكان زيد كان يعتبر ابنا للنبي صلى الله عليه وسلم، والزواج بزوجة الابن كان من أغلظ الفواحش عندهم. وقد أنزل الله سورة الأحزاب حول الموضعين ما شفى وكفى، وعلم الصحابة أن التبني ليس له أي أثر في الإسلام، وأن الله تبارك وتعالى وسع لرسوله صلى الله عليه وسلم في الزواج ما لم يوسع لغيره لأغراض نبيلة ممتازة. هذا وكانت عشرته صلى الله عليه وسلم مع أمهات المؤمنين في غاية الشرف، في غاية النبل، في غاية السمو، في غاية الحسن، كما كنا في أعلى درجة من الشرف والقناعة والصبر والتواضع والخدمة والقيام بحقوق الزوج، مع أنه كان في شرف من العيش لا يطيقه أحد. 9 بيوت ما فيش فيهم إلا المية، من يقدر على ذلك؟ من يصبر على ذلك؟ قال أنس: ما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم رأى رغيفا مرققا حتى لحق بالله. يعني لو نرضى قلنا مثلا ايه زي العشا ابو شيلن والعشا ابو جنيه كده، ما شافش ابو جنيه ده، ولا رأى شاة صميطا بعينه قط، صميط اللي هي المشوية يعني. انا يعني ناكل مشويات النهارده وخلاص يعني، وتلاقي العيال زعلانين يعني ايه كده يعني، دي لم يره بعينه قط. قالت عائشه: ان كنا لننظر الى الهلال 3 أهلة في شهرين وما اوقدت في ابيات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لها عروه: ما كان يعيشكم، انتوا كنتوا عايشين ازاي؟ قالت الاسم في موجود في موجود في موجود طم في موجود طم قالت الاسودان: الطم والماء. سبحان الله، عارفين هم ليه سموها الاسودان يا جماعه؟ بشهوتهم دول موجود يعني متاح. والاخبار بهذا الصدد كثيره، ومع هذا الشرف والضيق لم يصدر منهن ما يوجب العتاب إلا مرة حسب مقتضى البشرية يعني كده يعني مرة، وليكون سببا لتشريع الأحكام فأنزل الله آية التخيير. يا أيها النبي، في القرآن مش في حديث مش في كلام خاص، القرآن يتلى: قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين ومتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. ما عنديش أي مانع. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. اختاري بقى. وكان من شرفهن ونبلهن أنهن آثرن الله ورسوله، ولم تمل واحدة منهن إلى اختيار الدنيا. الكل اختار النبي. وكذلك لم يقع منهن ما يقع بين الضرائم مع كثرتهن إلا شيء يسير مع بعضهن حسب اقتضاء البشرية. ثم عاتب الله عليه فلم يعدن مرة أخرى. خلاص موضوع انتهى. وهو الذي ذكره في سورة التحريم: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، لغاية تمام الآية 5 من السورة. وأخيرا، أرى أنه لا حاجة إلى البحث في موضوع مبدأ تعدد الزوجات
فمن نظر في حياة سكان أوروبا الذين يصدر منهم النكير الشديد على هذا المبدأ ونظر إلى ما يقاسون من الشقاوة والمرارة وما يأتون من الفضائح والجرائم الشنيعة وما يواجهون من البلايا والقلاقل لانحرافهم عن هذا المبدأ كفى له ذلك عن البحث والاستدلال، فحياتهم أصدق شاهد على عدالة هذا المبدأ، وإن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار.